السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده بنكمل سوا كلامنا عن افضل ماركات وانواع الاواني الصحيه. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الستانلس ستيل، واتكلمنا عن ماركاته، واتكلمنا عن التيفال وماركاته. النهارده هنتكلم عن السيراميك، الاواني السيراميك والاواني الجرانيت. ايه افضل الماركات وايه الفروق بينهم وايه الفرق اصلا بين السيراميك والجرانيت وايهما اختار؟ يا رب الحلقه تعجبكم، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني عشان نبدأ كلامنا عن الأواني السيراميك. ايه افضل انواع وماركات للأواني السيراميك اللي انا ممكن اجيبها وانا مطمئن؟ اول حاجة لازم نعرف ايه الفرق بين الأواني السيراميك وبقية الانواع من الأواني. الأواني السيراميك هي أواني من الفئة الغير قابلة للالتصاق، يعني هي معمولة عشان تبقى سهلة التنظيف، وفي نفس الوقت الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي مش عايزة تدخل دهون في اكلها، ما اضطرش ان انا استعمل كمية دهون او زيوت كتير اثناء عملية الطهي. يعني هي ممكن تكمل لي عملية الطهي بدون دهون او على الاقل بنسبة قليلة جدا من الدهون، وهي دي اصلا الغرض من اختراع الاواني غير قابلة للالتصاق او المانعة للالتصاق. زي طبعا اول حاجة تم اختراعها يعني هو التيفال او التفلون زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، وبعد كده استحدث السيراميك والجرانيت. تمام، يبقى اول حاجة ان لازم نعرفها ان السيراميك من ضمن الاواني المانعة للالتصاق او غير قابلة للالتصاق. منين جه تسمية الاواني السيراميك؟ منين اتسمت سيراميك؟ تسمية الاواني السيراميك جت من الطبقة المبطنة لجسم الحلة. جسم الحلة او جسم الطاسة اللي بنقول عليها سيراميك هو جسم من الالومنيوم، زيه بالظبط زي جسم الطاسة او الحلة التيفال، مصنوع من مادة الالومنيوم زيها زي الحلة الالومنيوم بتاعت زمان، مفيش اي اختلاف خالص. الفرق كله ان في طبقة بنغطي بيها الالومنيوم عشان نخلي الاكل ما يلزقش فيه، وعشان نعمل عازل ما بين الاكل وبين عنصر الالومنيوم او معدن الالومنيوم اللي مصنوع بيه جسم الحلة. يبقى الفرق كله بين التيفال وبين السيراميك وبين الجرانيت هو المادة المطلي بيها جسم الحلة. المادة المطلي بيها جسم الحلة هي في السيراميك مادة اسمها الأوكولون. الإيكولون دي مادة غير قابلة للالتصاق بيبطن بيها جسم الحلة. طيب المادة دي ايه دخل كلمة السيراميك فيها؟ المادة دي داخل فيها عنصر اسمه عنصر السيليكون. عنصر السيليكون ده هو اللي تركيبه داخل ضمن تركيب المادة الزجاجية اللي بتبقى على سطح السيراميكا او الاشاني اللي احنا بنحطه في المطبخ او في الحمام. استعاروا المادة ديت وعملوا بيها ايه؟ وعملوا بيها الحلل. طيب خطورة الحلل او الاواني اللي مصنوعة من السيراميك اذا كان داخل فيها عنصرين مهمين جدا، عنصر الكادميوم وعنصر الرصاص. المادة دي اذا دخل في تركيبها معها الكادميوم والرصاص بتحول من اواني صحية لاواني مسببة لبلاوي زرقاء بالنسبة للصحة العامة. فلازم واحنا بنشتري الاواني السيراميك او الجرانيت لازم نشتريها من ماركات معروفة عشان اجنب نفسي موضوع الكادميوم والرصاص. موضوع الكادميوم وايه والرصاص. تمام، يبقى وده نعرفه منين؟ نعرفه باللوجوهات اللي احنا قلنا عليها. الماركات المحترمه في السيراميك والجرانيت لازم تعمل اللوجوهات بتاعه البي اف او اي، ان لازم يكون في لوجو بيشير ان البي اف او اي ده فري، المنتج ده فري منها، والمنتج بتاع او الماده بتاعه البي تي اف اي، البي تي اف اي، او حتى على الاقل بيبقى مكتوب عليه نو ليد نو كادميوم، يعني مفهوش رصاص ومفهوش كادميوم. يبقى احنا عرفنا التسميه بتاعت السيراميك جت منين؟ من الطبقه اللي ايه؟ المانعه للالتصاق. طب ايه الفرق بين ده وبين التفلون؟ ليه استحدثوا ده على التفلون اللي هو الاواني التيفال؟ الفرق ان الطبقه دي صديقة للبيئة أكتر. الطبقة دي الإيكولون ده لو كان خالي من عنصر الرصاص وخالي من عنصر الكادميوم زي ما هنتكلم في الماركات المحترمة اللي بتقدم المنتج دوت وخالي من العنصرين دول، المادة دي تبقى أكثر صداقة للبيئة وأكثر صداقة للصحة. الأبخرة المتصاعدة منها بتبقى أقل من التفلون. حاجة مهمة كمان إن تحرر المادة الخطيرة المانعة للالتصاق الموجودة في السيراميك بتتحرر عن درجة حرارة عالية. يعني ايه بتتحرر عن درجة حرارة عالية؟ يلزمها درجة حرارة فوق ال 400 مئوي عشان تبتدي المادة دي تنحل من الحلة او تتسرب من الحلة للاكل، عكس التفلون. التفلون اقصى حاجة عنده 260 وبتبتدي الحلة تقشر او الغطاء الطبقة دي قصدي زي ما يقولوا كده بالبلدي تطرقع او تقب من الحلة وتلوث لي الاكل. يبقى الفروق بينهم ان دي اكثر امانا بالنسبة للصحة،
من التفلون، لان التفلون درجه حراره التحرر بتاعته اقل من السيراميك. طيب احنا كده اتفقنا على يعني ايه اواني سيراميك، يعني ايه اواني سيراميك صحيه. طيب الحاجه المهمه بقى، ايه الماركات اللي انا ممكن اشتريها من الاواني السيراميك؟ طبعا اول ماركه بتواجهنا اللي هي الماركات الالماني، الماركه الالماني المدرسه الاوروبيه طبعا في صناعه الاواني، هي مدرسه رائده. الماركات الالماني اول حاجه بتواجهنا فيه او بنلاقيها هي الماركه ارشيا. ماركه ارشيا، الماركه ارشيا دي ماركه محترمه جدا، وهتلاقوا ان الغطاء بتاعها، هتلاقي الغطاء بتاعها مختلف شويه، هتلاقي الغطاء بتاعها له ايد مقبض طويل كده بيتمسك منه الغطاء ده الارشيا. بس في كلمه لازم نقولها في موضوع الارشيا، الارشيا يا جماعه ملوش مصنع في الصين، فلو لو اي حد نزل يجيب منتجات سيراميك او جرانيت او حتى ستانلس ستيل ولقى مكتوب عليها ارشيا ويقول لك، والبياع يقول لك ده الوكيل بتاعها الماني ودي صناعه الماني بس معموله في الصين، في مصانع او شركات بتعمل المصنع في الصين، انما ارشيا ما بيعملش. ارشيا معمول في المانيا لغايه دلوقتي، ملوش الا مصنع في المانيا، وفي مصنع بس ما بيصدرش لمصر، في بولندا. فالارشيا يا اما هيبقى الماني يا اما بولندي، فما ينفعش نجيب حلل او اواني او طاسات يعني مكتوب عليها ارشيا وتلاقي مكتوب تحت كده في الماركه من الكعب مثلا مكتوب هنا ارشيا كده، هنلاقوا كده في الكعب مثلا كده مكتوب ارشيا وجيرماني، لا لازم يكون مكتوب عباره ميد ان جيرماني، لان في المصانع الصينيه للاسف بتستغل النقطه دي، تكتب الماركه وتكتب اسم دوله، تكتب كوريا مثلا، تكتب جيرماني، وهي اصلا مش مصنوعه، وهتلاقي التيكت تحت في الكرتونه او في حته مخفيه كده بلد المنشا الصين او ميد ان تشاينا، فتعرف ان هي ايه، ان هي لا تقرب لالمانيا ولا شافت المانيا قبل كده. تمام، يبقى اول ماركه الماركه الارشيا. نيجي بقى للماركات الكوري اللي احنا لازم ايه هنفضل بينهم. الماركات الكوري ايه الوجه المفضله بين الماركات الكوري؟ وجه المفضله بين الماركات الكوريه هي سمك الطبقه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ماده السيراميك او ماده الايه الايكولون. هنلاقي ماده السيراميك او تتكتب كده على الليبل بتاع المنتج، لازم نلاقي مكتوب ماده ايكولون كوتينج او سيراميك كوتينج، يعني التبطين ده لاما لهم اسمين تجاريين، لاما ماده الايكولون لاما ماده السيراميك، دول هم الاسمين التجاريين للماده المبطنه، لان في بعض الشركات للاسف ان هي بتعمل تيفلون وتغير في لونه وتبيع المنتج على انه سيراميك وهو اصلا تيفال. يبقى لازم نتاكد ان الليبل، لان في ماركات كتير في السوق بتعمل حاجات تتباع على انها جرانيت وتتباع على انها سيراميك وهي تيفلون، ماده التيفلون عاديه، هي ماركه تيفال عاديه خالص بس عشان يزود في السعر. يبقى لازم نلاقي على الليبل ماده الايكولون او ماده الايه او ماده السيراميك. السمك الطبقه بقى هو اللي بيحدد السعر وبيحدد الماركه الاحسن، لان سمك الطبقه هو اللي بيخلي الحله او الطاسه مضاده للخدش اكتر، كل ما كانت الطبقه اكبر يعني الاتنين مليمتر غير التلاته غير الاربعه. تمام، اول ماركه بنلاقيها في الماركات الكوريه هي ماركه النيو فليم. هي ماركه النيو فليم ماركه كوري معروفه ليها شعبيه كبيره في مصر وكتير من الدول العربيه، ثبتت وجودها مع استخدام الناس، بس طبعا هي ماركه زي اي ماركه سيراميك مشكلتها ان هي حساسه للحراره، فما ينفعش نعلي النار عليها، ما ينفعش الحواف بتاعت الحله لو كنا جايبين حله ضيقه تبقى النار من على حواف الحله. طبعا برضو المشكله ان الطبقه الخارجيه اذا اتبقعت، الطبقه الملونه دي اذا اتبقعت باي بقايا طعام او حاجه بتبقى صعبه التنظيف شويه، انما من ناحيه ان هي هيلسي او صحيه فهي صحيه، بتستخدم ماده الايه ماده الايكولون. في موديلين، موديل اسمه نيو فليم العادي والنيو فليم الريترو، دول الماركتين او الموديلين المشهورين للنيو فليم. في ماركه بتوازيها نفس الفئه السعريه تقريبا، برضه ماركه كوري محترمه، بس الفرق بين ده وبين دي والبي ان، هي ماركه بي ان، ان ده بيستخدم ماده الايكولون، ماده لونها غامق، بتبقى لونها زي ما انتم شايفين كده لونها رصاصي شويه، الثانيه بيبقى لونها مايل للبيج او السمني شويه. يبقى دي تاني ماركه، يبقى عندنا نيو فليم، عندنا ماركه ثانيه اسمها بي ان، وعندنا ماركه ثانيه اسمها لافا، وعندنا ماركه ثانيه اسمها ازوردي، واخر حاجه التورنيدو. يبقى دول الماركات الكوريه بترتيب الجوده، وترتيب الجوده انا مش قصدي ان في حاجه احسن من حاجه، هي في حاجه عمرها اطول شويه من حاجه في الماضي. احنا الترتيب ده بنقصده في نقطه ايه؟ نقطه سمك الماده
المبطنة للجسم الحلة الألومنيوم، لأن المادة دي وانس إن هي اتخدشت أو اتاكلت مع الاستخدام، مع الاستخدام بتاعنا بدأت تتاكل، لأن هي مادة برضو مهما كان أي مادة تتأكل هيبقى الحلة كده عمرها الافتراضي خلص ولازم نستغنى عنها. كل ما المادة تكون سمكها أكبر كل ما كان العمر الافتراضي للحلة أو الطاسة أو الصينية. يبقى دي الموضوع بتاع السيراميك النيو فليم اللافا، الباقي بالترتيب كده عشان ما ننساش، نيو فليم بي إن لافا أزوردي تورنيدو، دول الماركات الكوري. نخش بقى على الماركات التركي. الماركات التركي في السيراميك في عندنا الماركات البدريني، والبدريني دي بقى من احد المصانع اللي بتعمل المنتجات بتاعتها في الصين، فلما نلاقي بدريني وميدن شاينا ما نخافش، لان ده المصنع طلياني انما عامل الايه، عامل توكيل له او ايجنسي او مصنع في الصين. يبقى عندنا البدريني ماركه ايطالي محترمه، عندي ماركه تركي اسمها سافلون، وعندي ماركات تركي اسمها فاليز او فاليز، ودي بتتقلد كتير، ناخد بالنا السافلون والفاليز ده بيتقلد كتير. ونيجي بقى للاواني المصري، هنلاقي التروفال وهنلاقي النوفال. لازم ناخد بالنا شويه في التروفال والنوفال بكل الانواع. طبعا زهران برضو عمل منتج اسمه زهران ستون، ده في الجرانيت، هنتطرق له لما نتكلم على الجرانيت. احنا دلوقتي خلينا في السيراميك. السيراميك مشكلته الاساسيه ان في زي ما قلنا في بعض الشركات بتعمل طبقه من التفلون وتبيعه على انه سيراميك، وتغير في لونها وتتباع على انها حله سيراميك وهي تفلون. فلازم ناخد بالنا جدا من الليبل اللي موجود على الكرتونه، لانه لازم يكتب الماده المبطنه اسمها ايه. لو لقينا الماده المبطنه اسمها تفلون تبقى دي حله تفال بشكل سيراميك. بكده يبقى احنا خلصنا الكلام عن السيراميك. باقي بس حاجه مهمه لازم نقولها، ان في منتجات في السيراميك النيو فليم وفي معظم المنتجات في غطاء بيبقى سيراميك بنفس جسم الحله، وفي غطاء بيبقى زجاجي، غطاء زجاجي. لازم يا جماعه لما نشتري الغطاء الزجاجي لازم نتاكد ان الغطاء فيه فتحه للبخار عشان الغطاء ما يطقش. في بعض الماركات الصينيه بتبقى سايبه الغطاء كده، ولا في فتحه ولا في حاجات من الجنب تسرب بخار، فلازم نتاكد ان في فتحه. هنا في النيو فليم عامل فتحه جنب الغطاء، دي الفتحه دي بتخرج البخار الزايد من جسم الحل. تاني حاجه، احنا لو جبنا غطا زجاجي لازم نحافظ عليه، لان طبعا من غيره هتبقى الحله كده نقصت كتير. بس طبعا هيبقى في فرق في السعر، لو قارنا نفس المقاس بالغطا السيراميك هنلاقيه اغلى من نفس المقاس بالغطا الزجاجي. في النيو فليم الغطا بيبقى له داير كده، له اطار او فريم من المعدن، دوت هيخلي الحله وهي على النار هتبتدي تطقطق شويه، فده ما يقلقناش، ليه الغطا هيبقى ابتدي يطقطق؟ لان طبعا مادتين مختلفين في التمدد، زجاج ومعدن، فالزجاج بيتمدد بشكل من الحراره والمعدن بيتمدد بشكل، هيحصل منه طقطقه. فده بس حبينا نقولها عشان اللي بيجيب حلل من نوع سواء نيو فليم او غيرها يشيك على موضوع الغطا، لان عشان غلاء الاسعار الناس بتضطر ان هي تجيب الغطا ازاز عشان بيوفر شويه في ثمن الحله او ثمن الطقم. كده بكده بقى خلصنا معظم الحاجات او الكلام عن السيراميك. استنونا بعد الفاصل هنكمل كلامنا عن الجرانيت. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل كلامنا عن الماركات، اهم انواع او ماركات الحلل الجرانيت. دي احنا معانا نموذج من الجرانيت التركي الصنع، وهنلاقي هنا اللوجو بتاع النون ستيك اللي هي الاواني غير قابله للالتصاق، وده احد اللوجوهات المهمه اللي ممكن ندور عليها واحنا بنشتري الحلل الجرانيت، لان ده بيقول ان الماده دي اترقبت من مراقبه جوده في اوروبا في الاتحاد الاوروبي. تمام، مبدئيا كده الفرق بين ده وبين السيراميك اللي احنا اتكلمنا عليه، الفرق بين الجرانيت والسيراميك، وايه برضو ايه المسمى بتاع الجرانيت راجع لايه؟ راجع لان برضو جسم الحله من الالومنيوم زيه زي التيفال وزيه زي السيراميك، مفيش اي مشكله، ولكن الطبقه المبطنه او الطبقه اللي بتعزل الطعام عن الحله هي ماده الماربل. ماده الماربل الماده دي ماده تشبه الرخام شويه او تشبه الجرانيت. طب ايه ميزتها عن السيراميك؟ ليه ده اغلى من السيراميك؟ طبعا بالاضافه للشكل، هو سمك الماده، السمك الطبقه اللي محطوطه عليها بتبقى اعلى من 3.5 ملم، يعني بتخش كمان في بعض الانواع الفاخره او الجيده بتبقى 4 ملم، فده بيخلي عمر الجرانيت شويه احسن من عمر السيراميك، لان السيراميك بيبقى الطبقه 2.5 ملم، فطبقه 4 ملم او 3.5 بيبقى فيه ملي زياده، وده حاجه يعني بيزود عمر الحله على الاقل 3-4 سنين. مع حسن الاستخدام، ولازم نحط تحت دي 100 خط.
يبقى ده الفرق بين الطبقة المبطنة للسيراميك والطبقة المبطنة للجرانيت. احنا اتفقنا قبل كده كذا مرة اتكلمنا عن الرش، وفي حاجات بتبقى مرشوشة ولو حاجة بارزة او خشنة نبقى ما نشتريهاش. في برضو انواع هنلاقي فيه من بره النوع سادة، من بره زي ده كده، من بره هيبقى الحلة من هنا هتلاقيها سادة، وفي من بره هتاخد نفس النقشة بتاعت جوه. ففي انواع بتبقى كده وانواع بتبقى كده. لازم ناخد بالنا من موضوع الجرانيت، لان الحاجات المقلدة فيه بقت اكتر من الاصلي، ولو احنا شكينا فيه ما نشتريهوش. كتير جدا من اصدقاء القناة بعت لنا على الفيسبوك وبعت لنا على التعليقات القناة بيجيب لنا ماركات او بيبعتوا لنا ماركات ما انزل الله بها من سلطان، ومكتوب عليها كوري ومكتوب عليها الماني وحاجات كده. بنأكد بس يا جماعة ان احنا لما نشتري ما نحاولش نعتمد على اقناع البياع. انا مش بشكك في البياعين، اخواننا البياعين على عيننا وعراسنا اللي بيبيعوا في محلات الادوات المنزليه، ولكن ساعات البياع بيبقى عنده صنف مش متباع، فصاحب المحل بيقول له صرف لي الصنف ده، فبيحاول بقدر الامكان يقنعك ان الصنف ده احسن من اللي انت جاي تشتريه، فبيقوم مخليك تشتري او بيوجهك او بيأثر عليك ان او بيأثر عليكي لو انت نازله تشتري ان انت تشتري طقم معين، مع انك توجهك كان رايح لصنف معين او لماركه معينه. فما تخليش البياع يوجهك ويحاول يقنعك، لان في حاجات بيقولك البياع يقولك اصل ده توكيلها في الصين، اصل هي ماركة الماني بس توكيلها في الصين، وده كلام مش صحيح. ففي بعض الماركات بيبقى ليها مصانع في الصين، ده كلام صح بس مش كل الماركات. يعني زي ما قلنا كده الارشيا ملهاش وكالة في الصين، فلازم تبقى ميد ان جيرماني، ما تلاقيش مكتوب عليها جيرماني بس او المانيا بس، ما ينفعش. وبرضه ما ينفعش تلاقي ماركه ومكتوب عليها كوريا بس، لازم تلاقي مكتوب عليها ميد ان كوريا، ويكون من الماركات الكوري المعروفه، لان في ماركات كوري معروفه. ما تجيش تكتب لي اي ماده او اي ماركه وتقول عليها كوري. طيب ايه الماركات الجرانيت عشان ما اطولش عليك، وانا اسف كل فيديو بيطول معلش، بس المعلومات بحس ان هي لازم تتقال. الماركات الكوري النيو فليم عمل منتجات ماربل او منتجات جرانيت، هتلاقوها اغلى شويه بس طبعا ماركه موثوق فيها. دي الماركة، ما اعتقدش ان لافا عملت جرانيت، واذا كان انا ما عنديش معلومة ان هم عملوا جرانيت. دي الماركة الكوري اللي انا اعرفها اللي سبق وتجربتها مع ناس كتير ان النيو فليم الجرانيت جيد وسمك المادة فيه كويس. عندنا في الجرانيت التركي السافلون جيد، عندنا جرانيت الفاليز التركي جيد، دي كلها ماركات الى حد كبير جيدة. في عندنا ماركة ارشيا الالماني جيدة ان لقيناها بالصورة الاصلية بتاعتها. في ملحوظة لازم يجب التنويه عنها، يعني النوفال والتروفال. وفي طبعا جرانيت نزل جديد اسمه جرانيتو او جرانيت الاهرام، يبقى هندي الماركات المصري النوفال والتروفال وجرانيتو او جرانيت الاهرام، دي كلها ماركات مصري. في شركات منها بتحط طبقة من التفلون وتبيعها على انها جرانيت، على رأسهم نوفال. شركة نوفال شركة محترمة، واحنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، وقلنا الدرجات بتاعتها هي بتنزل درجات عشان تغطي شرائح مختلفة من المستهلكين. فيما يخص الجرانيت هنلاقي ان المادة اللي جوه الحلة اللي جوه من جوه سودة تفلون عادي، ومن بره من قرشة عشان تبقى جرانيت، منزلين لبانة كده ومنزلين صواني كده ومنزلين حلل كده. فلازم واحنا بنشتري، انا ما بقولش ان دي شركة وحشة، بس انا ما اشتريش حاجة على انها منتج معين او خامه معينه وهي خامه تانية. يعني لو انا نازل اشتري تيفال وانت قلت لي ان دي تيفال واشتريتها على انها تيفال مفيش مشكله، انما ما اكونش انا نازل اشتري جرانيت وتجيب لي حله تيفال وتبيعها لي على انها جرانيت، هيفرق في السعر وهيفرق برضه في، يعني ما ينفعش ان انا اكون نازل اشتري حاجه واجيب حاجه تانية. فلازم ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من الليبل او الحاجات البيانات المكتوبه على الكرتونه. هل ده وايت تيفلون؟ هل ده تيفلون؟ لان في مركبات بتخلي التيفلون ابيض ويتباع على انه سيراميك، وممكن يترش ويتباع على انه جرانيت، فما ينفعش اجيب تفلون على انه جرانيت وسيراميك. لو انا عايز تفلون اشتري تفلون، ما ينفعش يبقى الناس رايحه تجهز لبناتها او رايحه ست بيت عايزه تجهز لمطبخها حاجه جرانيت او حاجه سيراميك وتنزل تشتري تلاقي تفلون، او هو تفلون وهي مقتنعه انه سيراميك، وبعد كده يرجع يقول يحصل فيه عيوب ونقول ان الجرانيت وحش والسيراميك وحش، وهو اصلا في الاخر حله تفال عاديه. فنركز بس يا جماعه على نقطه الايه، الوايت تفلون او التفلون كوتينج، بيبقى لازم يبقى مكتوب على الليبل او على البيانات بتاعه الحله او المنتج. دي اشهر الماركات اللي ممكن نجيبها في الجرانيت. حاجه اخيره برضو هنا هنتكلم برضو عن الغطاء. الغطاء ده ملوش فتحه ثقب، مفيش ثقب يطلع منه البخار، فلازم
معرفش هتبان في الكاميرا ولا لا، هتلاقوا ان في حتة عالية في الغطا الزجاجي، لازم اي غطا زجاجي بالذات لو كان تقيل لازم يكون في حتة عالية وحتة واطية. ده مش عيب في الحلة، لما نيجي نشتريها او الطاسة بنلاقي بيبقى هو معلي الغطا في شفته هنا من هنا 3 أو 4 مناطق عشان يخلي الغطا موارد عشان يسرب بخار زايد عشان الغطا ما يطقش. فده ما نقلقش منها لو لقينا في التعالي او العليات او الحاجات الزيادة دي في الغطا، هي عشان يعلي الغطا عن جسم الحلة. لو اشترينا الغطا الزجاجي لازم نحافظ عليه ما يتزفلطش من ايدينا عشان ما نخسرش الغطا بالنسبة للحلة، لان ده برضو حاجة مهمة لانضاج الطعام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسف للمرة التانية ان انا طولت عليكم. انتظرونا ان شاء الله الخميس القادم في موضوع جديد. ما تنسوش لايك للفيديو، شير للفيديو لو حسيت ان ممكن يستفيد بيه حد غيرك، وما تنسوش سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.